فلما كان في وسط البحر تلاطمت عليه الأمواج، وموسى عليه السلام وقومه ينظرون إليه وهو يغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن تؤمن يا فرعون؟ أين إيمانك وأنت تذبح الأطفال؟ أين إيمانك وأنت تستعبد الرجال؟ أين إيمانك وأنت تستحيي النساء؟ أين إيمانك وأنت تتهمهم بأنواع الاتهامات في نواياهم وفي إيمانهم؟ أين إيمانك لما كنت تقول للسحرة لما آمنوا آمنت به قبل أن آذن لكم؟ أين إيمانك لما كان موسى عليه السلام يحاجك بالشريعة والتوحيد؟ أين إيمانك لما كنت تهدد أولئك السحرة بأن تصلبهم وتقتلهم وأنت ترى دماءهم بين يديك لأنهم آمنوا؟ الآن تؤمن يا فرعون؟ لما ذهبت قوتك وتولى عنك جندك ولم يبق معك من ينصرك إلا الله، الآن يا فرعون لما تلاطمت عليك الأمواج وغرغرت روحك لتموت وتمضي إلى جهنم، الآن تؤمن يا فرعون؟ أين الأربعمائة سنة التي حكمت الناس فيها طاغية متكبرا متجبرا تدعي الألوهية؟ الآن تؤمن يا فرعون؟ الآن أدركت أنك عبد ضعيف لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، حتى إذا أدركه الغرق جعل يحاول أن يتلمس ما بقي له من دقائق وأنفاس ويقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكنه يتعامل مع رب عظيم حكيم منتقم جبار قوي، قد رآه وهو يذبح الأطفال ورآه وهو يستحي النساء، قد سجل عليه جرائمه وكتب عليه عظائمه، يتعامل مع رب يعرف ماضيه الأسود كله، فإذا بربنا جل وعلا يقول له: